الشباك تعرف تفايلك يا وليد كثير ضعيف انت بتاعش عم تيه الله برمضان بتضعف ولا انت انا بخاف مش عارفة برمضان تعافت بس قبل رمضان لا بس هذا برمضان نشط من ايه بدي وجبة وحدة عم تيه اتاكل لك شوية وسكوت لا لا هلا هلا ان شاء الله بعد رمضان خلص مش مزح اكثر منك رفيقتي هاي هي انت اكثر من عند على البيت عنده يا الله ورد كان البنات يا رب يا مزح بنت ميزه هي بنت ميزه بنت ميزه هي بنت سلسبيل هاي بنت اقول يا احمد شكرا يا عمو شكرا يا عمو ايه يا رب يا عمو
لا يرجع مرتين بدك تشوف ما ممنوع يرجع مرتين لا ممنوع يرجع مرتين ما راوية ابو خليل السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير الله يحفظكم يا رب. الله يبارك فيكم. احنا جينا لعند عم ابو علي. بعيد الفطر هسه هيك وفرحانين ومبسوطين. ليش؟ ليش بنيجي عند عم ابو علي؟ ليش؟ ليش؟ لانه اول شيء في ما شاء الله طول بالكم شيء. اول شيء هودي. هذا شيء طبيعي شو عم تحكي عن شغله؟ في شيء بديهيه. بس العيد في عيد بدون عم ابو علي؟ والله مش حلو العيد بدون عم ابو علي. بدون عم ابو علي في عيد؟ والله ما فيش عيد. ما العيد تيجي لها هون بتحس بالعيد عم ابو علي عيد لايك طبعا لايك طبعا ما شاء الله كل عام وانتم بخير يا جماعه بدكم تعيدوا تفضلوا لعنا العام بيقولوا لقيني وبطعميني كيف بتلقيني وبطعميني وبتسليني ما شاء الله ما شاء الله شو بدك احسن من هيك ما بيصير شيء الا ما يدفع الواحد طبعا بده يدفع ايه بس الانتراد منيح والله اخي الكريم ابو علي قد ما يدفع الواحد عندكم ما فيش يدفع شو بديش ابي كفي هالاستقبال وهالكرم وهالوجه البشوش بضل الميزان طابش لإلهم لان حييتهم شو ما عمل الواحد والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في منزل أخي الكريم أبو علي الصيفي حفظه الله تعالى وخلي لنا إياه وبارك فيه بارك بأم علي والشباب. وهذا عيد 1442 هجري وبيت أبو علي بيت أبو علي بيت أبو علي بيت أبو علي. أهلا وسهلا. الله يتأهل فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله أخي الكريم. وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله بخير، ما شاء الله عامر هذا البيت. الله يبارك فيكم بوجودكم إن شاء الله. عندكم بنحس بالعز. الله يعزك ويخليكم كلكم ويحميكم رب العالمين. الله يبارك فيك. الله سبحانه وتعالى بعيد هذا العيد علينا تكرار وأمرار. آمين يا رب. بهداية البير إن شاء الله. ورفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين. آمين. الله يفك كرب المسلمين يا رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب. وعيد علينا على الأمة والأقارب والأخوة بالصحة والسلامة والبركات يا رب العالمين. اللهم آمين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا الهموم وهذا الكرب هذا الوباء بعون الله سبحانه وتعالى وبكرمه. إن شاء الله نعيد الجاي إذا الله أعطانا بيكون على على غير هذه الحال يا رب يا رب العالمين. أرجانا من الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا والعيد على الأمة وعلى القارب والآل بالخير والسلامة. الله يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ويديمكم ويعيدوا على المسلمين جميعا يا رب الله يبارك بالخير والأحسن. الله سبحانه وتعالى في هذا الوباء. انا ايه قلت لي انت مش راح تحكي بس لازم تحكي شيء بس على القليل كل عام وانتم بخير. عمي صلوا ساعه بدك فيه يعني كل عام وانتم بخير للجميع وان شاء الله عيد الجاي بنعيد كلنا سوا ان شاء الله رب العالمين. كل عام وانتم بخير. يلا كل عام وانتم بخير. دكتور وليد انا بحب استضيف اشكرك على الاستضافه الحلوه. انا على فكره انت من المذيعين اللي كثير بحبهم يعني حسسني يا ابن عمي تنعاد عليك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. عاد عليكم بخير واليوم وبركات. الله يبارك فيكم يا عم. تعال عندي العام. هاي يا رب كثير هاي.
عام انتم بخير وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية ويتقبل منكم ان شاء الله. عيدوا سنة الجاي على هالأمة بالخير ونكون محررين المسجد الأقصى ان شاء الله. اللهم امين. بسم الله كان كله فرح. شو بدل كل عام كنت بخير. شو كيف لقيت دار عمك ابو علي بالعيد؟ الله يجزيه الخير والله. دار عزوة. دار عزوة. الحمد لله الحمد لله. اخواني الكرام، كنتم معنا من هنا من قرية السلطان يعقوب التحتة، من دار اخي الكريم ابو علي الصيفي حفظه الله تعالى وأدامه بالعز والكرم. كل عام وانتم بخير. هذا المكان الطيب جزيكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حسين علي الصيفي بين البرازيل ولبنان. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. يلا يا سمية. أخي الكريم، كن معنا في هذه القناة بضغطك على الجرس أولا ثم المشاركة لهذا الفيديو، عسى أن ينفع الله به أحد. حياكم الله. هذا حسين علي الصيفي بين لبنان والبرازيل.